اولا السلام عليكم ازولاهي، وين الناس ديال المغرب كاملين؟ والله سيدي لا نهار كبير هذا بالله، فاش كنتواصلوا معكم عاوتاني اليوم. انا في الضيافه ديال واحد الجمعيه اللي هي جمعيه مهرجان مدينه الحجب، في اطار ديال فعاليات المهرجان اللي كتقوم به هي في المدينه ديال الحجب. شرف لي باش كنت انا حاضر في هذه الدوره مع مجموعه ديال الفنانين اللي كبار في الساحه الفنيه. يعني انا شرف لي باش جيت انا نعطي البصمه ديالي في هذا المهرجان هذا، اللي هي كتكون بصمه فكاهيه كوميديه ان شاء الله. نبغي نرسمه في السكينه ديال الحجب واحد الابتسامه من طرف زكريا وراسه مورا. ما كاينش المزاح، ما كاين غير الضحك ان شاء الله. ايوا وي، ما كاينش المشكل المشاكل ان شاء الله. الاخ اسامه، ان الاخ بان تزامنا مع هذا المهرجان، كاين مهرجان في مدينه خنيفره، بعض المنابر بعض المواقع الفيسبوكيه اثارت السؤال علاش ما حضرش ورسام في خنيفره وحضر في الحجب. بالنسبة لي كذا، انك راك تول الخنيفرة، ما تنميزوش بيناتهم، ولكن كتوضح. بالنسبة لي انا زكريا اوراسام كابن مدينة خنيفرة، وكنفتخر بهذيك المدينة الامازيغية اللي كبرت فيها وتزاديت فيها. يعني شرف لي هي باش تكون هي تتقدم واحد المهرجان اللي غادي يكون كبير على الصعيد الوطني، او علاش ما يكونش على الصعيد الدولي. حنا شرف لينا باش يحضروا فنانين كبار يجيو للمدينة ديالنا اللي هي خنيفرة. وبالنسبة لي انا اللي عيط عليا واللي صادفني مرحبا، واللي ما صادفنيش انا غادي نمشي ونكون مع الجمهور الخنيفري حتى انا كابن من دي المدينه، ونشط معاهم في النشاط في الجمهور. ما بقاش فيك الحال حيت ما حضرتيش المهرجان ديال الزوران وانت ولد البلاد. ما نقدرش نقول لك بقى فيا الحال، ولكن نقدر نقول لك ما عرفتش هما سمي الجدوله ديالهم، هما كيفاش دايره الجدوله الفنيه، كيفاش شنو هما الفنانين المقترحين، شنو هو الهدف الفني في هذاك المهرجان، واش غادي تكون فيه الكوميديا ولا ما تكونش فيه. يعني شرف لي انا باش نكون حاضر في ذاك المهرجان، ولكن اللي ما صادفونيش نتمنى يصادفوني مره اخرى ان شاء الله.